السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتكم عالم البيتكوين والربح من الانترنت. نرحب بكم من جديد في موضوع جديد، وهو إثبات السحب من موقع هاشفلير، الموقع العالمي، الموقع المشهور، الموقع القديم لتعديل عملات البيتكوين الذي شرحناه من قبل مرارا وتكرارا. وسوف نقوم بإثبات سحب ما يقارب 270 دولار. قبل التطرق هذا إلى هذا الموضوع، هذه هي قناتنا، هذا هو عالمنا، هذه هي الشروحات التي قمنا بها من قبل، كيفية ربح الدولارات، كيفية ربح الساتوشي من المجان، من مواقع المجان، كيفية تعدين على عدة عملات إلكترونية. يوجد فيها عديد من المواضيع، ما عليك فقط القيام بالزيارة إلى الموقع والتصفح المواضيع. أخي أختي، موضوعنا اليوم هو إثبات سحب من موقع هاشفلير. يا أخي وأختي، يوجد العديد من المواقع للتعدين الحسابي، أي تعديل العملات الإلكترونية، لكن أنصحك بثلاث مواقع، وهي أفضل ثلاث مواقع متواجدة على الأمر الواقع، متواجدة باستثمارات كبيرة، وهي هاشفلير وكريبتون مونينك وأوبيت. هذه ثلاث المواقع هي التي متواجدة على الأمر الواقع. نتطرق مباشرة إلى شرح وإثبات السحب من موقع هاشفلير. هذه هي واجهة الموقع هاشفلير، واجهة موقع قديم مشهور، شرحناه كم من مرة. اجعل لك أخي دخل شهري من هذا الموقع، اجعل لك مدخول شهري من هذا الموقع. هذه الواجهة الخاصة بالموقع. هذا الموقع يتيح لك التعدين على الإثريوم، البيتكوين، داش كوين، وزيد داش كوين وغيرها من العملات الإلكترونية. طريقة التسجيل طريقة روتينية شرحناها من قبل، نعيد شرح. ما عليك فقط الضغط على الريجستري، تضغط هنا، تضع الإيميل، إيميل أدريس، هنا تضع إيميل أدريس، هنا تضع أي بلد أنت تختار. إذا كنت من الجزائر تضع الجزائر، وإذا كنت من المغرب تضع المغرب، أو تونس أو مصر أو السودان أو السعودية، أي دولة. هنا باسورد، تضع كلمة السر، ثم هنا إعادة تأكيد كلمة السر، ثم هنا تاريخ الولادة الخاص بك، تضع في أي شهر وفي أي يوم وفي أي سنة، ثم هنا تضغط للتأكيد أنك لست روبوت. ثم ما عليك القيام فقط الذهاب إلى بريدك الإلكتروني للتأكيد. هذه طريقة التسجيل، طريقة روتينية. ندخل مباشرة إلى حسابي. قمت بسحب ما يقارب 270 اليوم، قمت بسحب ما يقارب 270 دولار. طريقة السحب، قبل التطرق إلى طريقة السحب، ما عليك عندما تدخل إلى الموقع، طريقة الاستثمار في الموقع، اضغط إلى هنا، ثم اختار نسبة الاستثمار. هذا الموقع يتيح لك نسبة الاستثمار على عقد مدة عام فقط، ثم يمكنك تجديد الاستثمار فيه. هذا الموقع يا أخي أكرر وأعيد، يتيح لك عقد عام مدة عام فقط. طريقة الاستثمار، ما عليك فقط الاختيار هون كم تريد شراء من جيجا هاش. مثال، أريد شراء 160 أو 220 جيجا هاش، ثمنها 33 دولار، أي 0.02 200 ساتوشي ما يقارب. ثم تضغط هنا طريقة الاستثمار في هذا الموقع، طريقة، ثم لاحظ معي سوف يقول لك 0.22 تيرا هاش، يعني جيجا هاش بالتيرا هاش تعود 0.22 تيرا هاش توتال، يعني المجموع 33 دولار. ثم تضغط هنا طريقة الدفع بالبيتكوين أو غيرها. هذه جميع الطرق تتيح لك الدفع، هذه جميع الطرق يوجد، جميع ما يتقبل باير، ويتقبل كارت فيزا أو ماستر كارت أو غيرها، لكن نحن سوف ندفع بطريقة البيتكوين. نضغط هنا، يمكنك لاحظ معي أخي هنا، ثم تضغط هنا كونفيرمي للتأكيد، ثم تضغط هنا كونفيرمي للتأكيد. أخي لاحظ، تأخذ هذا الرابط، نعم هذا هو الرابط، هذا الرابط
ترسل عليه المال. لاحظ معي، هذا هو الرابط، ترسل عليه المال. هذه هي طريقة الاستثمار، عندما تصل المال سوف تجدها هنا، سوف تجده هنا، استثماراتك تجدها هنا أخي. هذه الطريقة أيضا يمكنك أخي الاستثمار على الإثريوم مثل ما أفعل أنا الآن. لاحظ أخي، طريقة الاستثمار نفسها طريقة الاستثمار على البيتكوين، ما عليك فقط تحديد النسبة التي تريد شراؤها هكذا، والضغط هنا مثلها مثل طريقة البيتكوين. وأيضا يمكنك الاستثمار على هذه العملة أيضا، ديداكاش، هذه العملة، ما عليك فقط تحديد وغيرها. موقع موثوق، موقع هاش فلير يا أخي، موقع 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 هاش فلير يا أخي، موقع قديم جدا، له لقد قمت في شرح عدة سحوبات منه، لقد شرحته مرارا وتكرارا، موقع له تواجد في الأمر الواقع، موقع موثوق جدا، سوف أثبت لك السحب. لاحظ معي أخي، سوف أثبت لك السحب، لقد قمت السحب فقط الآن، ليس لي، نعم لقد قمت بالسحب. لاحظ، يوم 8 شهر 12 2017 على الساعة الواحدة وصفر واحدة وعشر دقائق، ما يقارب 10 دقائق بتوقيت الجزائر، اليوم الجمعة، قمت بالسحب، لا لا، 0.05 مليون ساتوشي، ما يقارب يعني ما يقارب 270 دولار، قمت بالسحب على محفظة يوبيت، لأنني أريد استثمار على العملات الإلكترونية. سوف نذهب إلى المحفظة يوبيت لنرى. لاحظ أخي، هذه هي محفظة يوبيت الخاصة بي. النت ضعيف عندي، هذه هي محفظة يوبيت. لاحظ، لقد توصلت، الحمد لله الحمد لله، لقد توصلت بمالي. لاحظ أخي، لقد توصلت، لاحظ هنا إنه متواجد الآن، لقد توصلت بالمال الحمد لله. هذا هو شرحنا، هذا هو درسنا اليوم، هذا هو موضوعنا، إثبات السحب على هاشفلير. هاشفلير موقع قديم، أصحاب الذين يريدون أن يجعلوا دخل شهري لهم أنصحهم بالموقع هذا، هذا أحد المواقع الصادقة، وهو هاشفلير، أنصحهم بهاشفلير إخواني أخواتي. أتمنى الخير لجميع الإخوان والأخوات أن يستثمروا في هذا الموقع، لأنه موقع موثوق جدا، موقع قديم، وشرحته مرارا وتكرارا، وأثبتت سحوبات، وقد أثبتت سحب 500 دولار منه و600 وغيرها من السحوبات، واليوم الحمد لله أثبتت لكم السحب منه ما يقارب 270 دولار. هذا موقع هاشفلير. يوجد موقع جديد جدا، لا يتعدى يوم من انطلاقه، موقع جديد. لاحظ معي، هذا موقع جديد أيضا، سوف تجدون رابط هذا الموقع الجديد تحت أسفل هذا الفيديو. هو موقع لم يتعدى يوم على انفتاحه، عدد الاستثمارات 124 بيتكوين، عدد السحوبات 0.0800 ساتوشي، يعني موقع جديد. استغل الاستثمار في هذا الموقع، أيضا يتيح لك الاستثمار، يعطيك على كل ساعة ما يقارب 0.50% من الاستثمارات في حال استثمرت، وفي حال وهذا الموقع أخي، أنا لا أقول لك هذا الموقع الجديد سوف يدوم إلى الأبد، لكن استغل فرصة هذا الموقع، يمكنك الاستثمار فيه على مدى أسبوع أو مدى أسبوعين، ومن ثم سحب مالك، لأن هذا الموقع مثله مثل المواقع الأخرى على ما أظن، يقوم الاستثمار تدوم لمدة شهر أو شهرين ثم تغلق. لكن أخي، الموقع هاشفلير موقع عالمي، موقع متواجد على أمر الواقع، موقع يمكنك كسب منه مدخول شهري، موقع له وجود في الأمر الواقع، موقع له عدة شروحات على قنوات، موقع ما شاء الله أثبت وجوده في عالم من الافتراضي الحمد لله. لكن هذا الموقع الجديد أيضا يمكنك الاستثمار عليه على مدى أسبوع أو مدى أسبوعين أو مدى
لأنه موقع جديد لا يتعدى يوم على افتتاحه. يمكنك استغلال الفرصة والربح ساتوشي. هذا النوع من أنواع المواقع التي تحب المغامرة، تحب الإنسان يغامر فيها. لقد نسيت هذه النقطة. عندما تقوم بالضغط على السحب سوف تصلك رسالة إلى بريدك الإلكتروني الخاص بك. يجب عليك تأكيد السحب من البريد الإلكتروني. مجرد تقوم بالضغط على السحب سوف تجد رسالة هنا: تأكيد، لقد تم تأكيد السحب على مدة 15 دقيقة. يصلك السحب، لكن لا تستغرق 15 دقيقة، فقط 5 دقائق يصلك. أي تغير في هاش فلير أو أي موضوع أو أي مشكلة في الموقع سوف تجد الرسائل هنا مثل هذه المتواجدة. موقع جميل جدا، أنصحكم الإخوة الاستثمار وجعل مدخول شهري من هذا الموقع. هذا الموقع الجميل، يمكنك تعديل البيتكوين، الإثريوم، داشكوين، غيرهم من العملات على هذا الموقع. موقع جميل جدا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ولا تنسوا دعمونا، وتبارطاجي أخي الموضوع إذا أعجبك معك.